سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم مع فيديو جديد، غادي يكون فيديو مغاير. غادي نوريكم شنو الكريمات، كذلك شنو كنستعمل باش كنعتني بالبشره ديالي، بالشعر وكذلك بالجسم. وغادي نعطيكم كذلك ماسك للبشره الجافه اللي طلبته مني واحد الاخت. غادي ندير لكم واحد الماسك للبشره الجافه، بقاو معايا وتابعوا الفيديو باش تشوفوا كيفاش كنقدو نعتنيو بالبشره ديالنا في هذا الفصل ديال فصل الشتاء. بالنسبه للعنايه الاولى، اول حاجه هي ملي كنفيقوا كنغسلوا الوجه ديالنا، وانا كنغسل بهذا الغسول هذا ديال الوجه، اللي هو كيكون عباره عن هذا الغسول، كيجي على هذا الشكل. السميه ديالو هو نوكس، كيتباع في لا فارماسي. هذا المنتوج هذا راه زوين بزاف، كيساعدنا حتى في تفتيح البشره ديالنا. انا كنستعمله وتيستيتو عجبني، بحال هكا كيجي، كيكون فيه واحد لاموس اللي كتساعدنا باش يدخل المنتوج ديالنا في البشره، وكنغسل به في كل صباح هكا، كيجي رائع جدا. كذلك ملي كنغسل الوجه ديالي من بعد كنقوم بالترطيب ديالو، كنقوم بالترطيب حيت في هذا الفصل هذا كيكون الوجه ديالنا متضرر بزاف. انا كنستعمل هذا المنتوج هذا ديال ايف غوشي، شريته هكا على هذا الشكل، هو سيروم و اوميم طون كريم، كيساعدنا باش نخليو الوجه ديالنا مرطب لمده طويله. هو كيتستعمل حتى كباز ديال الماكياج، تقدري ديريه قبل من الماكياج ديالك، كيكون مزيان. انا كنستعملو ديما هذا جربته وعاود جربته، وفيه كذلك تا الاس بي اف ديال الشمس، الحمايه ديال الشمس غير شويه، ولكن ضروري ديروا ليكروم من موراه. المهم هذا هو الكريم اللي كنستعمل في لو جور ديالي في الصباح، كيجي على هذا الشكل، كريم رائع. انا كان زعما عجبني وجربته، وكذلك كنحاول نرطب العينين ديالي بهذا الكريم هذا، كان هاد الانتي سيرن مزيان، كيساعدنا باش نرطبو هذا تحت العينين ديالنا، و او ميم طون باش نغديو داك المنطقه اللي كتكون رقيقه ديال تحت العينين. هذا مزيان بزاف حيت حتى تحت العينين كينساو بزاف ديال البنات يرطبوها، هي راه منطقه حساسه ورقيقه، دغيا كتجي فيها التجاعيد، من الاحسن ترطبوها. هذا كذلك حتى هو راه من ايف غوش شريته، مزيان جاني مزيان، حيت لا مارك ديال ايف غوشي كتكون ناتوريل، اباز ديال لي بلونت، ديال الحوايج اللي طبيعيه. وهذا كنت كنديرو في الاول هكا على هذا الشكل، كيجي على هذا الشكل، حتى هو ديال اونتي سيرم سيروم، حتى هو ديال لي ريد وفيرموتي، هو هذا اللي كنت كندير في الاول، ولكن دابا وليت كندير هذا. هذا هو اللي عجبني، دابا كنتيستيه، حتى هو مزيان. هادو بالنسبه شنو كندير في الصباح. كذلك الا كنت خارجه بحال هكا كندير هاد ليكرون ديال فيشي، شريته من لا فارماسي، هذا كنستعملو ديما تقريبا، هادي راه شي من عامين حتى لثلاث سنين وانا كندير هذا، عجبني بزاف. هو فيه الاس بي اف 50، كيحمي لنا البشره ديالنا، وكذلك فيه البيبي كريم بحال قلتي، فيه حتى فون دو تان مزيان، كيغطي لنا كاع، بحال دابا الا كانت شي حاجه في لابو كتغطى. وهو اونتي بريونس بالنسبه للي عندهم لا بريونس في الوجه ديالهم، ما عرفتش واش كيبان لك. كما قلت لكم البنات، هاد ليكرون سولير زوين بزاف، كيغطي لنا كاع الشوائب اللي كتكون في لابو ديالنا مزيان. انا كنستعملو هاد الساعه، عجبني. بالنسبه لهاد ليكرون البنات، خاصكم ديروه كل ساعتين، يعني غير تسالي الساعتين الاولى تعاودو تعاودوه، كتعاودوه مور كل ساعتين، باش هكا كتحميو البشره ديالكم من الاشعه الضاره ديال الشمس. كذلك ملي كنجيو من الزنقه هكا كنديرو هاد الكريم هذا،
هاد الكريم كيدار ابخي سولي، من مور الشمس كنديروا هاد الكريم هذا، حتى هو مزيان كيساعد باش كيحمي لنا لابو ديالنا اللي كتكون تعرضت للشمس هاد اللي، وكذلك كيريح لنا لابو ديالنا من الأشعة ديال الشمس ولا الشمس. المهم بالنسبة لهذا، دابا هاد الشيء ديال الصباح. الحوايج اللي كنديرو في الليل، اللي كنقدو نديرو هكا في الليل ملي كنجيو من الزنقة، كنديرو بعدا واحد هاد الكريم هذا، هاد حتى هو في لا فارماسي كيتباع مزيان حتى هو. كذلك شنو اخر بالنسبه للشعر، انا كنستعمل هاد الشامبوان هذا، هاد الشامبوان زوين حتى هو من ايف روشي، كي يساعدنا باش الشعر ديالنا. كاين بزاف ديال الانواع ديال الشامبوانات، نتوما على حسب نوعيه الشعر ديالكم. انا كنستعمل هذا، لقيته مزيان حتى هو، وكنستعمل مره كنبدل هكا في لي شامبوان، حيت مره خاصك تبقاي تبدلي في لي شامبوان ديالك. كذلك ملي كنغسلو هكا الموان ولا كان نكونو غنعسو ولا شي حاجه، المهم هاد لولي هذا ديال لاما ديال اليدين مزيان مزيان بزاف، كيرطب لنا اليد ديالنا، كيرطب لنا، كذلك كيساعدنا باش كيقوي لنا الاظافر ديالنا. هاد لولي هذا مزيان، ديما بقاو ترطبوا يديكم، وكثير شي في هاد الفصل ديال الشتاء مزيان الترطيب ديال اليدين، ماشي غير مره، ماشي جوج في النهار، كل ما هكا حسيتيو بلي اليدين ديالكم ناشفين حاولوا ترطبوها. انا كنستعمل هذا من ايف غوشي، مزيان كيغذي اليدين، كذلك كيرطب اليدين وكيحمي لنا الاظافر من هكا التساقط ديالهم ومن التكسر. وبالنسبه للغوماج، انا كندير هذا لو غوماج حتى هو ايف غوشي، غوماج زوين، فيه زويون بزاف، كيجي على هذا الشكل، و 100% فيجيتال، ما فيهش شي حاجه ديال شي مواد كيماويه ولا شي حاجه. مزيان مره في السيمانه، مره في الاسبوع كديري هاد الكوماج. الا ما عندكش متوفر هاد الكوماج، كتقدي ديري الكوماج اللي درت لك في لاشين، حتى هو مزيان، كتقدي ديري القهوه مع الزيت البلديه، كديري كوماج هكا للوجه. الا كانت لابو ديالك سنسيبل، كديري الكوماج ديال الكوكو، ديال الكوكو مع الزيت البلديه، حتى هو راه مزيان وكيعطي نتائج، وكتبقاي ديري بحركات دائريه. ملي كنستعملوا الماكياج ديالنا، انا كنستعمل هاد لولي هذا، ملي كندير الماكياج كنديماكي بهاد لولي ديال ايف غوشي، زويون حتى هو، عجبني لي ديماكيون، كيحيد لنا كاع. بالنسبه للكريم اللي كنديرو في الليل كيكون على هذا الشكل، انا هذا هو اللي كندير. بالنسبه للبنات اللي فرنسا راه غادي تلقاه موجود، انا جبتو لي اختي من فرنسا، سميتو سيان، مزيان حتى هو كيدار هكا، كنديرو في الليل كيعجبني مزيان، كيرطب. خاصكم ديما ترطبوا الوجه ديالكم في الصباح وفي الليل. بالنسبه للرجلين، هذا هو الفازلين اللي كندير، زوينه بزاف، كتديريها على رجلك كتكتري الكميه، وكديري التقاشر ديالك وكتنعسي، زوينه بزاف، كترطب الرجلين وكتحيد لهم حتى داك القشور اللي كيكون فيهم. كذلك هاد ماورد هذا، كتمسحي به العينين ديالك والوجه ديالك، راه كيعطي نضاره للبشره. هذه هي العنايه ديالي ديال البشره، كنتمنى تعجبكم. ولا كنتي حتى نتوما كتستعملوا هذا شي نوع من هاد الكريمات اللي كنستعمل، قولوها لي في التعاليق وقولوا لي كيفاش كيجيكم. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كذلك بالنسبه للماسك اللي كنقترح على البشره الجافه، هو نص خياره، هذا محكوكه، كتزيدي عليها معلقه صغيره ديال العسل الحر ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز، مزيانه كترطب البشره وكتغذيها وما كتخليهاش جافه. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وتجربوا هاد الكريمات هادو. وكذلك بالاضافه لهاد الكريمات، كنعتني بالبشره ديالي من خلال الماسكات الطبيعيه وداكشي طبيعي، والاكل ديالي حتى هو كيكون مزيان. ونتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك،
كذلك على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس. إلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله. بالسلامة عليكم.